عينها في أربعة من أصحابه تنبيها على أنه من العلم العزيز النادر الذي يجب أن يعض عليه صاحبه بالنواجذ. ثم ماذا؟ ثم إن ذلك قد جاء بعد سماع هؤلاء، سمعهم الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله وكنت أنا وأبو بكر، فسمع رسول الله بن مسعود يصلي، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته، ثم رقع، ثم قام، ثم سجد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله ما شئت يا ابن أم عبد يستجب لك. لا يريد أن يناديه باسمه، وإنما يريد أن يقول إن القرآن رفع قدر ابن مسعود في العالمين، فعلى الرغم من أنه ابن أم فلان إلا أنه أرفع الناس قدرا. يقول عمر: ثم انصرفنا، فذهبت بليل بعد العشاء إلى ابن مسعود فطرقت عليه الباب، فقال: من بالباب؟ فقلت: عمر. قال: وما يريد عمر في هذه الساعة؟ قال: سمعت من رسول الله مقالة فأردت أن أبشرك بها. قال: وما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله يقول: من سره أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. فقال له: سبقك بها أبو بكر. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما يحدد هذا التحديد الدقيق إنما ينبه على نفاسة هذا العلم. لذا استحقت مشيخة الإقراء في العراق هذا الزخم الكبير، لأنه زخم مع أشرف كتاب على وجه الأرض، لأنه زخم مع أشرف علم على وجه الأرض بعد العلم بكتاب الله عز وعلا، وهو علم القراءات. ونحن هاهنا تأتي أهمية هذا الحدث من بغداد العامرة تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً بإذن الله. إنها بلد الإمام أحمد بن حنبل وبلد يحيى بن معين، إن بغداد بلد بشر الحافي، إن بغداد هي مستقر العلماء وهي موطن أهل المعرفة والتثبت. ولذلك لم يكن غريباً ولا بعيداً أن يحمل علم القراءات 60% من علماء القراءات الذين حملوا لنا هذا العلم من العراق، على نحو ما ذكره شيخ عموم المقارئ المصرية العلامة الدكتور أحمد المعصراوي ولا أزيد على ذلك. لماذا؟ فهؤلاء هم الذين حملوا لنا علم القراءات سنداً ومتناً وروايةً قراءةً وروايةً وطريقاً ووجهاً، كل ذلك عندهم. هذه الخطوة يا معالي الدكتور عبد اللطيف فإن تأخرت إلا أنها حدثت في هذا العهد الميمون، وسيطيب الله خاطركم كما التفت إلى أهل القرآن، وكما حولت الاجتهادات إلى مؤسسة، وكما حولت التفكير غير المنظم إلى تفكير منظم. فكتاب الله جدير بهذا، كتاب الله الذي جمع الأمة على مر التاريخ، ومن شذ على الأمة على مر التاريخ سحقه الله. هذا الكتاب الذي اجتمع حول علومه الرجال كما اجتمع النساء تماما، فتاريخنا معروف، فعندنا في التراث أكثر من 8000 محدثة، وعندنا مفسرات، وعندنا فقيهات، وعندنا أيضاً علماء قراءات من النساء. وعلى سبيل المثال عندنا في مصر الشيخة أم السعد القارئة المقرئة، والتي قاربت 80 من عمرها وأجازت عشرات القراء من الرجال والنساء في العالم الإسلامي. مثل هذا يرد به على أولئك الشذاذ الذين يقولون إن صوت المرأة عورة. أهم أكثر تقوى وورعا
من الإمام الشافعي وابن حجر العسقلاني ومن علماء القراءات الذين تلقوا القراءات والفقه والحديث، ولهم شيخات في النساء، وكان للنساء مشيخات. إننا في حدث جليل مهم، نبارككم ونبارك للعراق ونهنئ العراق على هذه الخطوة، وهي بإذن الله من مبشرات النصر والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته. أتذكر تلك الحسرة التي اعتورت قلب خالد بن الوليد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أخريات حياته، يضم المصحف إلى صدره، ترى ماذا يقول؟ يضم خالد المصحف إلى صدره ويقول: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، لا لهو ولا لعب وإنما جهاد. مع هذا يقول: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. وفي زماننا طفلة صغيرة في الصف الخامس الابتدائي تكلفها معلمة بأن ترسم صورة للربيع، تأتي في اليوم الثاني لا جبال لا أنهار، وإنما ترسم في اليمين من قلب في الورقة، في يمينه سورة الفاتحة، في شماله بداية سورة البقرة. أين الربيع يا فتاة؟ قالت: إن أمي علمتني وقالت لي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وضياء بصري ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. مع كلمة الضيوف يتفضل بإزجائها الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري، عضو الهيئة العالمية.